كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ألف لام ميم، ومعناها كما ذكرنا سابقا، إما أن تكون في مقام التحدي، وأن هذا القرآن من جنس ما تتكلمون ومواده الأولية بين أيديكم، وهو يتحداكم أن تأتوا ولو بسورة من مثله، فإذا عجزتم فاعلموا أنه من عند الله. وإما أن تكون هذه الأحرف المقطعة لإلفات النظر حتى يستمع الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقرأ عليهم القرآن ويستفيدون من وراء ذلك. ولربما قام الإنسان بما يلفت النظر حتى يستمع إليه الناس من أجل أن يبلغهم ما يريد، فكيف إذا كان ما يقوله النبي قرآنا وقد تعاقدوا على عدم الاستماع إليه أو اللغو فيه؟ قيل إن سبب نزول هذه الآية أن قوما من المؤمنين كانوا بمكة وكان الكفار يعذبونهم، فضاقت صدورهم بما يلاقون فنزلت الآية. والآية تشير إلى أن بعض المؤمنين قالوا إنا مؤمنون، وذهبوا إلى أن هذا يكفي لحمايتهم، فلا يمكن أن يتعرضوا للإيذاء والابتلاء والامتحانات الصعبة. كلا، بل لا بد من الامتحانات الصعبة. يبين سبحانه أنه قد امتحن المؤمنين قبلهم من أجل أن تظهر دعواهم الإيمان ويظهر من يكذب في إيمانه، وإلا فإن الله يعلم الصادق من الكاذب فيما يدعيه. أم منقطعة بمعنى بل، وهذا إضراب عما تقدم وبيان جديد لما يعيشه بعض ضعفاء الإيمان الذين يجهلون قدرة الله فيخوضون في المعاصي، وهم يظنون أن الله لا يطلع عليهم أو أنهم قادرون على الخلاص منه بما تعودوا عليه في الدنيا. يرد سبحانه عليهم بأن ظنهم هذا بئس الظن، لأن الله يسمع ويرى وقادر على الحساب. بشرى للمؤمنين الذين يتوقعون لقاء الله ويترقبون ذلك اليوم، بأن ذلك اليوم آت لا بد منه، والله هو السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم. ترغيب شديد بالصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على نوائب الحياة ومصائبها، وأن عاقبة ذلك وثمراته ستعود إليه وليس لله، لأن الله غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. دعوة إلى الإيمان والعمل الصالح وتصحيح مسار هذا الإنسان، وترغيب في هذا التصحيح بإعطاء العائد إلى الله مكافأة عظيمة لا تتوقع، حيث يجزيه بأحسن أعماله التي كان يعملها، فيقدر أعماله كلها على ميزان الأحسن ويعطيه أجرها. هذه مفردة من مفردات الأعمال الصالحة، وهي الوصية بالإحسان إلى الوالدين. والإحسان إليهما يكون بتقديم الاحترام والعطف ولين الجانب، وتقديم المال والخدمات وهكذا. وهذا الأمر مطلوب من الأولاد مطلقا، ويجب عليهم إطاعتهما إلا في كفر وشرك، فإنهما وإن أتعبا أنفسهما ليحملاك على ذلك فلا تطعهما أبدا في هذا الأمر الذي لا يحمل دليلا ولا برهانا على صحته،
فيكون حجة عليك إن أطعتهما وتدخل بذلك النار، ثم في النهاية مرجعكم جميعا إلى الله، فهو الذي يخبركم بما كنتم تعملون ويحاسبكم عليه ويجزيكم به. أخذ سبحانه على نفسه أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليدخلنهم في عداد الصالحين ويجعلهم منهم ومعهم. ومقام الصالحين مقام رفيع تمناه الأنبياء، حيث تمناه سليمان فقال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومدح سبحانه إبراهيم قائلا فيه: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه فئة المنافقين وفئة ضعفاء الإيمان، فمن الناس من ينطق بشهادة الإيمان ويقول: إنني من المؤمنين، فإذا تعرض لعذاب الناس اضطهد وقهر بأنواع العذاب، تخلى عن إيمانه وارتد على أدباره وقال: إنما آمنت لأدفع عذاب الله، فإذا جاء عذاب الناس لم يصمد، وقارن بين العذابين وظن أن عذاب الله كعذاب الناس، وهذا تصور خاطئ وضلال واضح، لأن عذاب الله عذاب شديد وعظيم ودائم لا ينقطع، وعذاب الناس قليل بالنسبة لعذاب الله وزائل ومنقطع. وهذه الفئة من الناس إذا جاء نصر إلى المسلمين ووفقهم ربهم إليه رفعت عقيرتها وقالت: إنا كنا معكم، تريد نصيبها من المغانم والغنائم. وإذا كان أمر هذه الفئة قد يخفى على الناس، فإن الله أعلم بما تنطوي عليه قلوبهم، لأنه يعلم بما في صدور العالمين، يعلم أصحاب الإيمان والثابتين عليه، ويعلم من انتحل صفة الإيمان دون حقيقة وبدون واقع. يعني الاختبار والامتحان من أجل أن تنكشف النوايا وتظهر السرائر، فهو علم ظهور لتنقطع حجج المنافقين، وإلا فإن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ولكن الحجة لا تتم إلا بإظهار ذلك ولبوسه لباس الواقع الخارجي، كي يتم الجزاء ثوابا أم عقابا. فالله جعل الاختبار ليظهر المؤمن من المنافق. هذه محاولة خبيثة قام بها كفار قريش، حيث عجزوا عن قهر المؤمنين وردهم إلى الكفر، فجاءوا إليهم وقالوا لهم: اتبعوا سبيلنا، كونوا مثلنا كفارا ونحن نحمل خطاياكم وذنوبكم وما يترتب عليها من تبعات وآثار. ويرد سبحانه محذرا وموضحا بأنهم لا يحملون من خطايا المؤمنين شيئا، إذ كل نفس وما تعمل. ولا تزر وازرة وزر أخرى. فاطر، الآية 18. إنهم لكاذبون. إن الكفار بقولهم للمؤمنين اتبعونا ونحن نحمل خطاياكم، هذا قول كاذب من كذابين، إما لأن نياتهم خلاف ذلك، أو لأن هذا الأمر غير واقع ولا يمكن لعاقل أن يقبله، فهو كذب في نتيجته ومؤداه. هؤلاء الذين يضلون الناس يحملون أوزار ضلالهم وأوزار من أضلوهم، فيحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة. وهذا سؤال توبيخ ومهانة عما كانوا يفترون، يكذبون وما يحيكون من أباطيل.
هذه الآية وما بعدها جاءت تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما يعانيه من قومه، وأن مسيرته كمسيرة الأنبياء الذين تقدموه. والله لقد أرسلنا نوحا وبعثناه إلى قومه فعاش معهم 1000 سنة إلا 50 عاما يرشدهم ويعلمهم ويهديهم للإيمان، فلم يزدهم ذلك إلا فرارا. فدعا عليهم نوح لما علم أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فاستجاب الله دعاءه فأخذهم عذاب الطوفان وماتوا غرقا في الماء وهم ظالمون لم يؤمنوا بالله وبدعوة نوح وما دعاهم إليه. بعد أن أخذ الله قوم نوح كتب الله السلامة لنوح وقومه الذين ركبوا معه في السفينة، وأصبحت هذه السفينة قارب نجاة لمن ركبها وعلامة واضحة لكل الناس تدل على قدرة الله وحكمته، وفيها عبرة وموعظة في كل تفاصيلها ابتداء من الأمر لنوح بصنعها ضمن هندسة معينة وهكذا. وهذا موجز من قصة إبراهيم مع قومه فاذكرها، إذ قال إبراهيم لقومه اعبدوا الله، وهذا أساس حركة التوحيد، عبادة الله وحده والحذر من عقابه فيطاع في كل ما أمر ونهى، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذ لو فكروا بجدية بالله لعرفوا أنه مصدر الوجود ومنه كان كل موجود وإليه ينتهي هذا الوجود ومنه الخير وهو أصل الخير. بعد أن كشف أن العبادة لله وفيها الخير بين زيف ما عليه قومه من عبادة الأصنام، وأن كل معبود من دون الله هو وثن وهي مخلوقة بأيديهم صنعوها ثم كذبوا على الناس حينما قالوا إنها آلهة وتوجهوا إليها بالعبادة ووجهوا الناس لعبادتها، وبين دليل كذبهم بأن هذه الأصنام لا تملك رزقا تعطيه لهم، فهي جمادات فاقدة للحياة لا تنطق ولا تتكلم ولا تتحرك، فمن أين تملك إعطاء الأرزاق وتوزيعها؟ ثم دعاهم إلى أن يرجعوا إلى الله ويطلبوا الرزق من مصدره، فعند الله الرزق وهو المستحق للعبادة فاعبدوه واشكروا له، اشكروه على نعمه الماضية واستزيدوا من نعمه المستقبلية وإليه ترجعون فيحاسبكم ويجزيكم بما تستحقون. هذا من تمام كلام إبراهيم، وفيه بيان أنكم إن كذبتموني فيما جئتكم به فهذا ليس جديدا في حياة الرسل، فقد كذبت أمم من قبلكم رسلها فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ومهمة الرسول، أي رسول، ليس له مهمة إلا أن ينقل كلام الله إلى الناس ويوصله إليهم بوضوح وجلاء، وأما حمل الناس على الإيمان بالقوة فليس هذا من مهماته. الاستفهام للتوبيخ، وأن من حق هؤلاء الناس أن يفكروا في بدء خلق هذا الإنسان وكيف خلقه الله من اللاشيء، ولم يكن فيه روح ولا يملك حركة ثم شاءت إرادته أن يكون فكان، وهو سبحانه يعيده بعد الموت، وذلك على الله يسير لأن قدرته مطلقة في الأشياء ومتساوية في صغيرها وكبيرها.
أمر من الله لإبراهيم أو لنبيه محمد أن يأمر هؤلاء الناس بالسير في الأرض ويفكرون كيف ابتدأت نشأتها حيث لم تكن ثم كانت، فهي أمر حادث يدل على أن الله أنشأها من العدم، ثم أنه سبحانه قادر على إعادتها بعد فنائها، ثم عقب بأن القادر على النشأة الأولى للخلق من العدم هو نفسه القادر على إعادتها يوم البعث والحساب، لأن الله على كل شيء قدير، وقدرته مطلقة في الأشياء لا يحدها حد أو يحجزها حاجز. بيان أنه سبحانه يمتلك ذلك الحق دون غيره من الخلق بيده أن يعذب من يشاء ممن يستحق العذاب لسوء عقيدته وأفعاله، كما أن من شأنه أن يرحم من يشاء بالعفو عنه، والعذاب والرحمة منه تعالى كلها بمقتضى العدل الذي تتصف به ذاته الكريمة، وإليه تقلبون، إلى الله ستعودون، وأمام محكمته ستقفون، ويعطي لكل جزاء عمله. دليل على قدرة الله المطلقة وأنه يدرك هذا الإنسان والقادر على تناوله سواء كان في أعماق الأرض أو في أعالي السماء، فلا يستطيع الإنسان تعجيز الله بالهروب من قبضته، وليس لكم إلا الله، وكل الأسباب التي ترونها لا تغنيكم شيئاً ولا تدفع عنكم شيئاً أمام إرادة الله ومشيئته. من يعيش الكفر بالله وينكر وجود يوم القيامة يوم يبعث الله الخلق للحساب، من يعيش هذه الحالة فقد دخل القنوط واليأس إلى نفسه، ولم يعد في نفسه خير يتوقعه يوم القيامة، ولذا أقفل الباب بينه وبين هذه الحقائق، وكان لابد وأن ينال جزاءه عذابا أليما في نار جهنم. كانت حجة إبراهيم قوية واضحة وجلية، وقد واجهه قومه بأنواع من الحروب ولم يقدروا عليه، فقرروا قتله أو إحراقه بالنار، وكان الخيار الثاني نصيبه، فأوقدوا له نارا عظيمة ورموه بها فأنقذه الله، وقال الله للنار كوني على إبراهيم بردا وسلاما، وفي ذلك في منع النار أن تؤذي إبراهيم أدلة وبراهين تأخذ بعقول المؤمنين إلى الإيمان بالله وقدرته وحكمته. يبين إبراهيم أن هذه الأصنام هي التي تجمعهم دون أن يكون لها نفع أو فائدة على عبادتها، ومن خلال ذلك يرفضون الإيمان بالله وبما جاءت به الأنبياء، ولكن سيكون موقفهم يوم القيامة عكس ذلك، حيث يفترق جمعهم وتنقلب مودتهم إلى بغض وعداوة، ويأخذ كل فريق يرمي الآخر بالكفر ويتبرأ منه ويلعنه، أو يحدث ذلك بين التابعين والمتبوعين، وفي الختام يحدد الله مصيرهم جميعا إلى النار، حيث يعودون إليها وحدهم لا يجدون من ينصرهم أو يدفع عنهم العذاب. لم يستجب لإبراهيم رغم صوته المدوي وبيانه الساطع القاهر إلا لوط، فقد آمن له وبه، وعندما رأى إبراهيم القلوب المتحجرة التي لا تستجيب لندائه قرر ترك وطنه والهجرة عنه إلى موقع آخر يستمع لصوته، فلذا قرر الهجرة إلى ربه يحمل معه رسالته، إن الله عزيز مقتدر حكيم يضع الأمور في مواضعها.
يذكر سبحانه بعض مننه على إبراهيم، منها أنه من عليه بإعطائه إسحاق ولده من زوجه العقيم وهي سارة الحرة، ثم جعل له من إسحاق يعقوب. ومنة أخرى يمنها على إبراهيم حيث جعل النبوة في ذريته، وكل نبي جاء بعده ينتسب إليه، وكذلك كل كتاب سماوي أنزله الله كان ينزل على نبي من ذريته. والكتاب وإن أفرد فإن المراد به الجنس ليعم. وأيضا ذكر سبحانه ما أعطاه في الدنيا وفي الآخرة لإبراهيم، ففي الدنيا آتاه أجره حيث رفع ذكره وجعله قدوة ونوه به في كل الأديان، فكل الأديان ترتفع وتفتخر بالانتساب إليه. وأما في الآخرة فقد جعله الله مع الصالحين، والصلاح مرتبة عالية ومقام رفيع. أرسل الله لوطا إلى قومه وهم أهل سدوم، وقد ارتكب أهلها أعظم جريمة أخلاقية وهي اللواط، مع جرائم أخرى يتندى لها الجبين. وقف لوط بين قومه وأخبرهم أن ما يأتون به فاحشة، معصية كبيرة تناهت في القبح والفحش، ثم لبيان شدة قبحها قال لهم إنها منكرة فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، يعني ابتكرتها نفوسهم المجرمة فكانوا مصدرها ومن مبتدعيها. ولا يخفى أن من في قوله ما سبقكم بها من أحد زائدة لتأكيد عدم صدور الفعل من أحد من العالمين قبلهم. هذا بيان للفاحشة وتفسير لها. فالرجال منكم يأتون الرجال، كناية عن اللواط، والاستفهام للتوبيخ والإنكار. وتقطعون السبيل، وتتحولون إلى قطاع طرق حيث كانوا يعترضون المارة فيسلبونهم أموالهم ويعتدون عليهم بالقتل فتقطع الطرق. وتأتون في ناديكم المنكر، إشارة إلى إشاعة المنكرات في المجالس العامة بحيث لم يبق مكان يوجد فيه عفاف أو حياء أو بقايا حشمة، حيث كانوا يمارسون المنكر علنا. وأضحت الفاحشة المنكر عادة متفشية في المجتمع. أما ما هي هذه المنكرات فلها حقول كثيرة وأنواع متعددة، قيل السباب والشتم، قيل الضراط، قيل اللواط، وقيل غير ذلك. وهذه كلها جزئيات لمفهوم عام، وأن كل ما يتنافى والشرع ولم يسمح به الذوق والمنظومة الأخلاقية فهو منكر. وعندما يطرق أسماع قوم لوط قول نبيهم لوط لم يرد عليه إلا بطلب إنزال العذاب بهم الذي يخوفهم نزوله بهم. فإن كنت يا لوط صادقا فيما تعدنا به من العذاب فأتنا به وأنزله علينا. لم يجد لوط من ينقذه إلا الله، فتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة قائلا ربي وخالقي ومدبر أموري، انصرني على القوم المفسدين الذين أفسدوا الحياة وسمموا الفضيلة ونشروا الفواحش والمنكر. إنهم قوم فاسدون في أنفسهم ومفسدون لغيرهم. ويستجيب الله دعاء عبده لوط فيأخذهم بعذاب أليم. يتحدث سبحانه أنه بعث الملائكة لإنزال العذاب بقوم لوط،
وكلفهم أن يمروا بطريقهم على إبراهيم يبشرونه بولادة إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فدخلوا على إبراهيم وأخبروه بمهمتهم في هلاك قوم لوط أهل قرية سدوم، وبيّنوا أنهم قوم ظالمون في كفرهم وفي فسقهم في إتيان الرجال. وصل خبر هلاك قوم لوط إلى إبراهيم، فخاف على لوط أن يصيبه سوء، وقال: إن فيها لوطا، وكيف يعذب أهل المدينة وفيها لوط، وهل يصيبه سوء؟ وردوا على تخوفه قائلين: نحن أعلم بمن فيها، إنهم على علم بكل أفرادها ويعرفون من يستحق العذاب، ثم طمأنوه أنهم سيخلصون لوطا وأهله من العذاب إلا امرأته، فإنها سيصيبها ما أصاب الظالمين وستبقى معهم في العذاب وتكون من الهالكين. لما وصل الملائكة إلى بيت لوط لتنفيذ مهمة هلاك قومه، سيئ بهم، اغتم وحزن لوجودهم، لأنه يجهل أنهم ملائكة ويحسبهم أضيافا ويخاف أن يساء إليهم وهم عنده، ولذا وضاق بهم ذرعا، عجز عن تدبير شؤونهم لتخليصهم من أيدي قومه الفاسقين. وضاق بهم ذرعا، كناية عن عجزه وعدم قدرته على حمايتهم، لأن من كان ضيق الذراع لا يقدر أن يطال ما يريد، بعكس من كان رحب الذراع. ويدرك الملائكة واقع لوط وما يعيش فيه من ضيق، فيكشفون عن أنفسهم ويقولون له: لا تخف علينا، إنهم لن يصلوا إلينا، إنا رسل ربك، ولا تحزن من أجلنا، فإنه لن يصيبنا منهم سوء. ثم قالوا له إنهم سيخلصونه وأهله من العذاب إلا امرأته، فإنها ستكون من الهالكين من قومه. أشار سبحانه إلى ما تبقى من تلك القرية المعذبة، وأن هذه الأطلال تحكي بصورة واضحة ما نزل بها وحل بأهلها، وهذه آية وعلامة ودلالة يكفي أن يعتبر بها العقلاء. عطف على ما تقدم، وبيان أنه سبحانه أرسل إلى أهل مدينة، مدينة الآن في الأردن، أخاهم شعيبا نبيا، ثم بيّن دعوة شعيب وأنها تدور حول ثلاثة محاور: الأول اعبدوا الله، وهذه الدعوة متقومة بمعرفة الله ومعرفة ما أراد والقيام بما أراد. الثاني الإيمان باليوم الآخر والتطلع إلى ما فيه، بحيث يحسب الإنسان حساب ذلك اليوم ويعمل له. والثالث عدم السعي في الفساد، سواء كان فسادا اقتصاديا كما كان عليه قوم شعيب حيث كانوا لا يوفون في المكيال والميزان، أو في غير ذلك من أنواع الفساد. لم يستجب قوم شعيب لنبيهم شعيب، بل كذبوه وردوا عليه أقبح رد، فأنزل الله عليهم العذاب حيث جاءتهم صيحة قوية تقطعت لها قلوبهم وسقطوا على ركبهم ميتين. لم يستجب قوم شعيب لنبيهم شعيب، بل كذبوه وردوا عليه أقبح رد، فأنزل الله عليهم العذاب حيث جاءتهم صيحة قوية تقطعت لها قلوبهم وسقطوا على ركبهم ميتين. أي أخذنا عادا وثمود وأهلكناهم بالعذاب،
وقد ظهر لكم ذلك من مساكنهم التي تمرون عليها في الحجاز واليمن، وترون بوضوح صنع الله فيهم، فقد حسن لهم الشيطان أعمالهم فمنعهم عن الإيمان بالله. ثم أخيرا وصفهم بأنهم كانوا أصحاب عقول متفتحة يدركون بها الأمور، ولكنهم لم يستعملوا عقولهم لعنادهم وإصرارهم على مواقفهم الضالة. ثلاثي الرهيب: قارون رمز الطغيان المالي، وفرعون رمز الحكم الاستبدادي الظالم، وهامان رمز الدهاء السياسي وتسويق الباطل ونشره. ويمكن أن نقول إنهم الإعلام الموجه ضد الحق ومع الظلم. ثلاثي جاءهم موسى وكانوا معه في زمانه، جاءهم بالأدلة والحجج والمعجزات، قدم لهم العصا واليد البيضاء والضفادع والدم وهكذا، فأخذهم الكبر في الأرض ولم يؤمنوا، ولكنهم لا يسبقون الله أو يفوتونه إذا أرادهم بسوء. كل مجرم له عقاب يتناسب ولون الجريمة ومقدارها، فمن العصاة كقوم لوط قلب الله مدائنهم ورماهم بالحجارة أرسلنا عليه حاصبا، والحاصب الذي يرمي الحصباء وهي الحجارة الصغيرة، وريحا حاصبا أي فيها حصباء. ومن العصاة من أخذته الصيحة، وهم ثمود قوم صالح، وقد أخذهم الله بالصيحة وهي صوت قوي مدون تقطعت منه قلوبهم. ومن العصاة من خسفنا به الأرض، وهذا ما وقع لقارون المال رمز الطغيان المالي. ومن الطغاة من أغرقنا، وهو فرعون الحاكم المستبد، فقد أغرقه الله في اليم وأنهى حياته بهذه الميتة السيئة. ثم بيّن سبحانه حقيقة من حقائق العدل الإلهي، وهي أن هؤلاء وكل ظالم ومنحرف عندما يأخذهم الله لم يكن أخذه ظلما منه تعالى لهم، لأنه غني عن ظلم عباده، عدل في قضائه، لأنه من يحتاج إلى الظلم إنما هو الضعيف، والله غني مطلق. نعم، الناس هي التي تظلم نفسها عندما تتعدى الحلال إلى الحرام وتدخل في منطقة الحظر التي فيها الأخطار وتترتب عليها العقوبات، فالناس هي التي تظلم نفسها.